السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعين قناه مزارعين المغرب، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده او الفيديو الجديد من المزرعه ديالنا ومن لاتولي. معنا السي محمد من مدينه العرائش ترانسبورتور. كما كتعرفوا هذه الاقفاص الان كما قلنا لكم اربعه ديال الاقفاص، مسيعه ديال 200 سمانه، يعني هذو كيرجعوا 100 ديال السمان، اربعه ديال الطوابق. صور رمى السير هذا الجديد كما قلنا، زدنا ضفنا له هاد الجليدات هادو باش كيحميو الرجلين اليدين لي مجوار. هادو لي مجوارات، القفوزه ديالنا هما هادو البيبات. هادو اربعه ديال الاقفاص، هادو القزادر ديالهم، وهادو البرميل الماء 10 لتر كل كاش وكيمشيو معاه لي كيسوار ديالو ديال القفوزه. هما هادو هما هادو كما قلنا التيب ديال 30 على 20، الكورنير ديال 20، الكاش فيه 1.70 متر، كيمشيو معاه 4 القصديرات، ماشي 3، 4 ديال القصديرات، والبولونات ديالو كيتشد، والسميطات باش كيتشدو كيتعاون، والقصديره كتبقى تمشي هنايا. من بعد إلا بغيتو تضيفو ليه نتوما الجرارات داكشي تيكون سير كوموند، إلا بغيتو ديرو لهم الروايض كنسو ديرو لهم الروايض. صور لهم الاتجاه الآخرين على السرير. تيو ما بقيناش كنعطيوه، هنا بزاف الناس يريكلاميو على التيو، التيو ما بقيتش كنعطيه صراحة، كان تما وشري التيو. يلاه نتكلو على الله. لا أجي عاود خليك. لا أجي عاود خليك. أخلي أنا أجي. طلع شري طلع من بلاك ونتا سي. والمونتاج راه ما كنمونطيهمش، بزاف الناس راه مونطين، راه ما كنبغيش كنديرو لهم، هزو مونطين، هنا ترونسبور اللي كيهزو ما كيبغيش يهزو مونطين، هكا، دي لا كيف 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 دي لا كيف